مشاكل الفنانين ما بتخلصش، وكل يوم والتاني حد فيهم يعمل مشكله شكل ويتصدر ترند سوشيال ميديا، لدرجه ان في منهم اشخاص بيدخلوا في عداوات صريحه مع اهلهم وبالخصوص اخواتهم، والاسباب غريبه زي الورث والغيره الفنيه وغيرهم كتير. تعال اكشف لك مين الفنانين دول وايه اللي حصل معاهم بالظبط. البيوت اسرار، مثل مصري اصيل ما بينطبقش على الفنانين في الوسط الفني، وده لان خناقاتهم ومشاكلهم العالم العربي كله بيعرفها، زي ازمه شيرين عبد الوهاب واخوها محمد. العلاقة بين الاتنين غريبة ووصلت للمحاكم. شيرين اتهمت محمد اخوها انه سرقها وباع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لاشخاص وقبض منهم فلوس، وباع اخته واستغل التوكيل اللي هي عملته ليه بحكم الاخوة وانها كانت بتثق فيه. والحاجة الغريبة اللي لاحظها الجمهور ان علاقة محمد باخته شيرين بتكون كويسة طول ما هي بعيدة عن حسام حبيب، لكن اول شيرين ما تقرب لحسام اخوها بيقلب عليها ويطلع يهاجمها ويغلط في طليقها حسام. والصدمة ان محمد اخو شيرين هو والدته اللي طلعوا في الاعلام وفضحوا شيرين وقالوا انها مدمنة وبتشرب ممنوعات وكانوا سبب في دخولها مصحة. عشان كده العداوة بين شيرين واخوها مستمرة لحد النهاردة، وبتأكد شيرين في اي لقاء ليها ان والدتها بتكرهها وهي السبب في كل اللي حصل لها. ولجأت شيرين للقضاء ورفعت قضية على اخوها واتهمته بالتزوير، لكن هو رد واكد انه بريء وما استغلش شيرين ولا حاجة، بس هي ماشية ورا ابن طنط فاكيها، وهنا كان قصده على حسام حبيب. ومن شيرين نروح لهيفاء وهبي اللي دخلت في صراعات كبيرة وصلت لساحات المحاكم مع اختها غير الشقيقة رولا، وبدأت الخلافات بينهم لما ظهرت رولا في احد اللقاءات وهجمت هيفاء وقالت انها عجوزة وعندها احفاد وبتخبي سنها الحقيقي عن الجمهور، وسبب جمالها عمليات التجميل وما تستاهلش تبقى مشهورة. وكان واضح من كلام رولا انها غيرانة من شهرة هيفاء وهبي، خصوصا ان رولا حاولت كتير تدخل الوسط الفني وفشلت. رولا اتسألت عن سبب عداوتها مع اختها هيفاء وردها كان صادم للجمهور، وده لانها بتأكد ان هيفاء من يوم ولادتها وهي بتكرهها، ده غير انها بترفض تكلمها وبتتبرأ منها ورفضت تساعدها تبقى مشهورة. وطبعا غضبت هيفاء من كلام اختها ورفعت عليها قضية، لكن الموضوع انتهى بالصلح. ورغم كده هيفاء دايما بتتجاهل رولا في مناسبة او لقاء. وبما اننا بنتكلم عن خلافات الفنانات مع اخواتهم، اكيد مش هننسى انغام اللي دخلت في خلافات كبيرة مع اختها راحلة غنوة، والبداية كانت لما طلعت غنوة هجمت انغام وقالت ان انغام بتغير منها ورفضت تساعدها في مجال الغنى، ده غير ان انغام هجمت والدها عشان حاول يلحن لغنوة ويساعدها. واستمرت الخلافات والقطيعة بين انغام واختها لمدة 3 سنين، وانتهى الخلاف بينهم برحيل غنوة في حادث سير. والدة غنوة قالت ان انغام راحت لاختها المستشفى ودعتها وهي اللي غسلتها وفضلت معاها لحد ما دفنتها كمان. لكن لو بصينا على خلافات انغام هنلاقي انها وقعت في مشاكل اسرية كتير، سواء مع والدها او ابنها او حتى اختها اللي رحلت من غير ما صالحها. ومش كل خلافات الفنانين كانت غيرة فنية، في اللي اكبر من كده بكتير، زي ياسمين عبد العزيز اللي دخلت في عداوة كبيرة مع اخوها وائل بسبب جوازها من احمد العوضي. اخو ياسمين طلع هاجمها وقال بصي ياسمين يا اختي انا معاكي وفي ظهرك من وانتي صغيرة، شلت مشاكل كتير بسببك من وانتي عيلة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وانتي عارفة انا اتأذيت فيها ازاي، وقضية الشغالات مؤخرا غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها. ويكمل وائل وقال انا وقفت جنبك ونسيت حياتي ونفسي عشانك، وبقى كل همي انا والدتك انك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد اصغر منك ب10 سنين لا ومحدش هيسمح بكده. ورد احمد العوضي عليه وقال انهي بيت اللي هتدخله من بابه، ان كانت هي اللي بتصرف عليه وعلى ابنك اللي مخبيه ورميه وهي اللي بتدفع له مصاريف مدرسته، عربيه ايه يا ابني، انا اجري الحمد لله يعيشني كويس ويجيب لي عربيه حلوه وبيت كويس بمجهودي وشغلي مش على عرق واحده ست. وفضلت العلاقه بين ياسمين واخوها متوتره لحد ما تعبت واتحجزت في المستشفى، وقتها الخلاف انتهى بينهم. ومش بس الفنانات اللي بيدخلوا في خلافات مع اخواتهم، لا في فنانين رجاله كمان، زي الفنان مصطفى قمر واللي حكايته حكايه. اخت مصطفى قمر اماني رفعت عليه قضيه تشكيك في نسبه لامه واتهمته بالتهرب من التجنيد وتزوير قيد عائلي، ونفى مصطفى كلامها ونشر صور لمستندات بتثبت الحقيقه وان اخته بتحاول تستغله ماديا.